وتل الهوى وجحر الديك وعبسان والمغراكة وخان يونس ودير البلح ورفح والشوكي والفخاري وخزاعة وبني سهيلة ومدينة الزهرة وأم النصر والبريج والمغازي وانصيرات والزوايدي والقرارة وتواصل خيط الدم مع جنين ونابلس وطول كرم وقلقيلي وطوباس وأريحة وملا والقدس وبيت لحم والخليل وسلفيت. في غزة الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال الذين غابت ملامحهم. أم يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول عمره 7 سنين أبيضاني وحلو. سماح اشترت فستان العرس يوم عرسها استشهدت وألبسوها كفن أبيض بدل فستان العرس. أطفال يكتبون أسماءهم على أجسادهم لكي يتم التعرف على جثامينهم. والدت الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها خلوني أشوفكم والأولى الرحمة للشهداء والخزي والعار للمجرمين. وزير التراث الإسرائيلي لم يكتفي 10,000 شهيد وأكثر من 25,000 جريح ومليون نازح أراد أن يرى هيروشيما في غزة، أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية. هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل. رئيس الوزراء الإسرائيلي يبرر القتل والمجازر والإبادة الجماعية رجوعا إلى التوراة، حيث يقول اذكر ما فعله العماليق والآن اذهب إليهم واضربهم لا تعفو عنهم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.